السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في خليل جيمينج. طبعا أول مرة أظهر بكام طلبت وايد كام، تدخلون عندي قناة التكنولوجيا وأنا مودر الخنا هاي وتقولوا لي خليل نزل فيديوهات جيمينج، لو فيديو في الأسبوع بحاول إني أنزل فيديو في الأسبوع، إذا حصل التفاعل اللي في خاطري راح أكمل تنزيل. فالحين بدخل في اللعبة هاي وبحاول إني أسوي لكم شوي بعد حتى أغير الرذم، بدل اللي هو ريكورد الأول كنت أسوي اللي يسمونه ووك ثرو بما معناه أن اللعبة بتفاصيلها بدون مونتاج عشان تشوفون كل شيء سويته. الحين بحاول أسوي مونتاج، بحاول أسوي حلقة إن شاء الله تضرب عندكم اللايكات وكل شيء. أول شيء خلنا ندخل اللعبة. اللعبة هاي اسمها دايسون سفير بروجرام، أي برنامج فضائي يعني تهاجرون ما بين الكواكب وتاخذون موارد. فاكتوريو ساتسفاكتوري مكس، يعني مثل ما تعرفون يستوي هذا عندكم. خلنا نبدا لعبه جديده. زين، ريسورس ملتي بلاير انا بخليه انفنت على اساس نسوي، اذا كملنا سلسله بسوي مشاريع ضخمه. السيت هي عباره عن مجموعه من النجوم، بيحطونكم على نجم معين وتبداون منها الكولونيا والمستعمره، المستعمره البشريه من استوت بالطريقه هاي. بتشوف الانترو مع بعض. ويلكم to the actual universe. You may find it's different from our homeland. Should you be able to adapt to the laws of physics in a short time, I am your advisor and will help you through this mission. الحين هذا اساس اللي بيساعدنا ترى في كل شيء على فكره، بس مناظر اللعبه خطيره. ياس احاول اسجل افضل وضوح 4K. لو شفت في قناه تكنولوجيا عن الشاشات الجديده يحاول يسوي كل شيء 4K. As one of Cosmo and the pioneer of the Dyson Sphere program, you will explore this cluster step by step. By using the resources here to construct the Dyson Sphere to provide energy for the center brain to maintain homeland, starting from scratch, I have chosen a designated planet for you to start the mission, which has necessary resources for initial development. حصلوا لنا كوكب اللي هو بنسوي عليه مستعمرة وباقي الكواكب بنستنفذها كالعادة. خلنا نوجه، انا لعبت اللعبة على فكرة مش انه ما لعبتها. خلنا نتوجه للكوكب ونشوف شو عليه شو ما عليه ونبدأ شيء بسيط في هذه الحلقة. ونحن روبوت ترى السلام ترانسفورمر بس شوفوا شيء بكبر شير انا انني عملاق. يا سلام You will manipulate Icarus to travel beyond the stars. انا عارف شو سالفه اللعبه، اظني المفروض نكسر هذا اول شيء حاليا. بس you can use the same operation to collect resources. يعني الحين قلنا لو ادق شيفت كليك gravel, اروم اخذ وايد اشياء عادي. hold down shift and right click to give a series of commands. now try to recycle the space capsule. الحين right click سوي ريسايكل، بشيل منها شوي موارد عشان نسوي اول ماينر اول سوالف اول اشياء. انتم عارفين الشغله هاي. خذنا السبيس شيب بنستلم الشيء، بس براويكم كم شيء. اول شيء ريسيرش، شوفوا هذا التلنتري ضخم، الابجريدز شوفوا مكبرهم، يعني شيء خطير 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 جدا. هذا يعني تمشون عليه. انا وصلت في جيم بلاي الصراحه لاخر شيء، ولكن بنبدا من اول وجديد. الحين عندنا موارد نفس ما هي، مثل ما تعرفون عندنا النحاس الكوبر، عندنا المتل اللي هو الايرون الحديد، وعندنا الفحم، ومكاننا حلو. بس شوفوا المنظره، في عندنا تحت ما تشوفونه انتم، شوفوا تحت على اليسار عندنا الارض نفسها وعندنا التولز. هذا عقب بندخل فيه دق سكيل نسوي زوم اوت. شوفوا هذه كميه الكواكب اللي ممكن نسافرها. طبعا هذه يبالها وقت مش الحين على طول. هو قاعد يعلمني على اساس and hold down the right mouse button. انزين الحين قلنا سير التكنولوجي ونسير نشوف التكنولوجي اللي توي رويتكم اياهم، ونبدا الريسيرش اللي هو عشان نسوي الشغلات الاساسيه. الشغلات الاساسيه نحن محتاجين نسوي 10 من هذا 10 من هذا. مثل ما قلت لكم ندق على بلدنج ونسوي من هذا 10. الحلو هني ملتي بلاير، يعني لو ادق مثلا 5 وادق مره خلاص فهو راح يسوي 5 على طول، على حد اقصى 10 اظني كان، بس على طول راح يصنع الخمسة. وعلى طول نقدر ندخل التكنولوجي تري بعد ما يجهز. شوفوا اول ما يجهز قاعد ياخذ الموارد على اساس يسوي لنا البحث الاساسي اللي هو الماينر عندنا والطاقه الشمسيه والوينتر تربين وغيره. الحين سوينا هاي، شو بسوي انا؟ ابى احط مصنع حديد وكوبر pick it up from the inventory or selected on gathering of construction menu. سلمه هني طبعا نسوي
إنزين الحين سوي شغلات أساسية وايد طبعا اللي تشوفونه كله ترى شيء أساسي وايد بس بشرح لكم يوم من تحت يعني المشكلة الأولى اللي بتحصرونها قبل الشرح مشكلة واحدة هي الكهرباء تمون تنتجون من هذا وايد تصنعون منه فشغلانة طويلة وصنعت هني مصنع فحم حق طاقة مستدامة مثل ما قلنا سوينا ريسيرش هني حق شوية أشياء شو سوينا أول شيء تحطون اللي هي الأفران سملتر تذوبون حديد بعدين أنا سويت خطوط انتاج خط الاول هذا حق انتاج الاسمبلر ماشين هاللي بجمع لنا كل المكاين لاني خلاص انا الحين ما بي انتج اي شيء بيدي خلاص خلنا مثلا نبغى هذا 3 ستاكس وايد بعد انزين ما بي انتج اي شيء مانيوال بايدي لان سالفه انتج هني سالفه طويله طبعا بضطر اني انتج وايد اشياء وسوينا مال فحم هنا مثل ما قلنا شوفوا هذا على اساس شو الطاقه حق الروبوت نفسه انزين الشيء اللي عقبه سويت ثلاث اشياء سويت البلت اللي هو يمشي عليهن كل شيء وسوينا اللي هو شوفوا تحت الحين هني هذين الارم الايادي اللي تسوي كل شيء سورتر ام كي اللي هو السورتر نفسه وبعدين سوينا يا اصدقائي الفحم اللي هو تكلمنا عنه وخلصنا الحين هنقدر نبدا الحين بنبدا شو التري مالنا ولا الشيء الاساسي اللي هو هذا الريسيرش سنتر الحين بيكون عندنا ريسيرش سنتر وكل الموارد لازم تكون موجهة للريسيرش سنتر هذا هذا اللي راح يسوي لنا الابحاث كلها ابحاث من حيث نطور الاشياء ليش لو تونا هني مثلا انا اساس اطور اللي عقبه محتاج 100 من ازرق اللي هو الكترومغنتيك ماتريكس وهذا محتاج مجموعة اشياء اسويها هذا التطوير راح يستوي وين عندنا في هذا شوفوا نحن نطير كوكب ثاني ونجيب موارد ترى شغلانة خلي ما نحطيه Matrix Lab. You can use it to make super matrices or research technologies that require them to unlock. The super matrices are the source code of the center brain. محتاجين المغناطيس. You can upload as many super matrices to the center brain as possible. You can be benefit to unlock more actual technologies by operating the home world simultaneously. شوفوا هذا محتاج سيركت بورد. ومحتاج ماجنتيك كويل الماجنتيك كويل هذا عبارة عن بليت ودائرة اللي هو الرود يسمونهم الماجنت نفسه سوري والماجنت نسويه من الحديد حلو حديد عندنا وكوبر بنيبل الحين وبنسوي الخط الثاني اللي هو محتاج الكترونيات الكترونيات عبارة عن صفيحة حديد اللي هي ايرون اوغنت عبارة عن كوبر اوغنت شو بسوي الحين بنفس العملية اللي قلنا لكم خلاص الحين ما بننتج وايد مفروض بس في اشياء نفس هذا اللي باربع اشياء والاسمبلر الحين ما اقدر ادخل فيه اربع اشياء اقدر بس شغلانة يعني انزين فشو بسوي الحين اللي بسوي بجيب خط مرة ثانية من عند منو في اشياء بننتجها نفس الماينر هذا بننتجها لانه ما نحتاج منه كميات ضخمة اصلا صراحة وعنا خلنا نسرق شوي موارد شوفوا الحين اي شيء بشتغل انا عليه شو سرقات ابى انتج خطين من هذا خط واحد خط رقم اثنين طبعا دقوا شفت وار راح تحرك شوي شوي نفس ما تشوفون انزين هذا معناه الخط الاول اظن بينقصنا كهرباء في كل الاحوال فمن الافضل نسوي شو براويكم الحين ترتيب السملترز بما ان عندنا الاغراض وما له داعي نشتغل عليهم اربع ساعات خلونا نسوي خط كهرباء حق هذا المكان هذه طبعا وين تورباينز وين تورباينز هي تنتج كهرباء والتسلا تورز الثانية هي اللي نوصل فيها الكهرباء انزين الحين احنا سوينا ماينز بنحط الثلاثة هني بخلي فراغ بين كل اثنين لان بين كل اثنين بحتاج احطي واحد او ممكن احطي واحد الجهة المقابلة يعني اسوي بالعكس بالطريقة هاي بس يبالي شوي احزم اكثر بس خلونا نسوي على فكرة نقدر نسوي كوبي بيست مثلا انا ابغى الحين هذا بليت صح السهم تشوفون بالعكس هاي البراكتس على الكيبورد اللي على اليسار ينسخ اللي على اليمين يسوي بيست او ممكن عندك شفت كليك عليه ويحطيه مع الريسيبي هاي شغله وايد حلوه فيها اختصارات حلوه اللعبه تخلي حياتكم سهله الصراحه الحين بحتاج خطين انتاج مثلا خلنا نعطيه مسافه يمكن نزيد سملترز مع الوقت زين مثلا الحين على فكره الدرونز هاي كلهم قابلين للتطوير نروح ابجريد كل شيء قابل للتطوير هنا عندنا الميكا مثلا 20-20 مثلا انرجي زيادة كهرباء زيادة ياخذ هذا يعطينا فيو على الموارد الموجودة في الكوكب
وعندكم سرعة الروبوت. الروبوت هذا راح يصير روبوت خارق مع الوقت. مثلا الحين أنا عندي هالأغراض في الشنطة، خلينا نحط فيهم. شوفوا راح يزيد الطاقة اللي أنا ممكن أخزنها عندي هني، وهذا شيء زين ترى. تحتاجون طاقة وايد وايد طاقة في اللعبة، تحتاجون الكهرباء في الألعاب هي أكثر شيء راح يطلع روحكم. حتى سرعة الدرونز هاي راح تزيد، راح يستوي عندنا وايد درونز. انزين الحين خلينا نبدأ بتشغيل المحطة هاي. مثلا إن كل اثنين عندهم واحد. انزين خلينا نوصل الفينز اللي هنا. مشكلة ما اقدر احط شيء بروحي وفي نفس الوقت، مع الوقت بيستوي حلو، لكن الحين شوي تحسونه لازم تنتظرون الروبوت هذا الدرون الصغير هذا يطير ويسوي والاخره الاخره الاخره، بس عادي راح يسوي يعني هو مع الوقت، ما عندكم مشكلة. انزين الحين قلنا نحن بنسوي خطين انتاج. الخط الاول ليش؟ نحن نبغى ننتج منه، نبغى ننتج هذا، فبالتالي نبغى ننتج هني بيسك انرجي، نبغى ننتج روت. اذا والله عندنا مثل هني بيريحنا بعد مره واحده نسوي تصنيع خارجي. عندنا مثل هني ممكن نوصل له. خلينا نشوف عندي موارد. والحين جبت حديد ورنجز اللي نحتاجهم من برا. ليش؟ الحين نبغى نسوي اسمبلرز. اوكي اول اسمبلرز راح يطلبون منا اشياء. شوفوا مثلا 1 2 3 اسمبلرز على اول شيء. هذا الاسمبلر الاولي نحن لازم شو نسوي فيه؟ ننتج فيه الكترونيات. الالكترونيات شو راح يطلب منا؟ 1 2 3. زين الالكترونيات راح يطلب منا 2 kinds of places، نوعين من الحديد نفسه اللي نحن نبغاه وبنحطه. طبعا مشكله الطاقه مشكله كبيره، فاول شيء راح اسوي له انا بحث الحين اول ما اخلص من هنا تكنولوجيز، راح اسوي مصدر طاقه جديد. وفي سيليكون راح يفتح، بس سيليكون ترى ما اظن موجود على هالكوكب، بس ريسيرش بوينتس. ليش؟ هذا راح يعطيني قوه كهربائيه اعلى حق الروبوت. الحين مش قادر يسحب كهرباء، ولا بالاحرى انتاج الفحم سيء نوعا ما. فمثل ما تشوفون دائما الطاقه عندي تحت على زيرو مثل عوز. زين خلينا نبدا نشبك هايل. والحين بخبركم هني بتبدا شوي براليط، بس الحلوه في اللعبه هاي ان اصلا تسمح لك بالبلاليط اساسا. اللعبه هاي لعبتها البلاليط. زين شوفوا خلينا نسوي لنا، لا بنسوي هني، بس نبغى نسوي كوبي بيست حق الريسيبيز حق هني. انزين الحين هاي اللي بيبدون انتاج. وطبعا شبكه الكهرباء اللي هني في المدينه نفسها على اساس انه يكون عندي خط قوي. حلو الحين خلينا نشبك كهرباء هني. كل هالبنا هذا يستهلك طاقه مش طبيعيه، ولازم نسوي كهرباء عدله على اساس نبدا ننتج انتاج عدل. اول عنصر نحن كملناه، هذا العنصر اللي راح يروح لمنو؟ للريسيرش سنتر. طبعا ابغى اخلي مجال بعد حق اني في المستقبل اتمدد ولا شيء، بس خلينا نحط صندوق بنسوي بوفر سيستمز. قلت لك بوفر سيستمز يعني ويسوون المصانع كلهم، حتى بيبسي وهذا مرات في شيء يزيد ولا ينقص انتاج عن شيء، بيكون عندهم مثلا المصنع ينتج مليون غرشة بيبسي مثلا، يخلون في مكان يتمع 1,100,000 بيبسي. اذا استوى عطل اذا استوى شيء بعده ينتج. ما يفيدنا هني اكثر كثر اللي هم يفيدهم، بس ان اللي يستوي يكون عندنا احتياطا نقدر نسرق منه. مثلا اذا محتاج الكترونيات الحين راح يسرق من هني دايركت وخلاص، ما له داعي اسوي شيء ثاني. وهني راح يتجمع الالكترونيات وراح يطلعهم برا لين انا اسوي الخطوط، هذا بيكون انتج يعني نوعا ما. انزين الحين هذا بيحتاج مورد ثاني، لا وهو اللي هني عندنا نحن بليت. البليت الحلو في المصنع مثلا الحين لو اجيب لكم هذا هني دايركت ونرفعه راح يرتفع. ها احلى ما فيه يعني اروم اسوي خطوط فوق خطوط فوق خطوط. هذا الحلو في من احلى الاشياء اللي في اللعبه يعني. الحين شو اقدر اسوي؟ اسوي بالطريقه هاي وانزله من هني خلاص. احلى شيء في اللعبه هذه الشغله هاي. عاد ترى مال الكهرباء بسوي للطاف اسوي شيء وخلاص. شوفوا الحين بيجيني مباشره من الصندوق. شو خلينا نخلي مش مباشره من الصندوق لحظه، ولا اقول لا خلينا من الصندوق. حطي اثنين هني واثنين هني بالطريقه هاي. انا شو سويت؟ الانتاج اللي قاعد يطلع لي من هني شوفوا دايركت اروم اشله هي عنده لين هني دايركتري. ليش؟ لان هذا قاعد ينتج شيء ثاني اساسا، ما قاعد ينتج نفس الشيء. انزين صبر خلنا نسوي بالطريقه هاي. انزين
الحين الشيء الثاني اللي يحتاجه، خلنا نشوف شو يبى. يبى هذا، هذا عبارة عن الماجنت قلنا والبليت اللي هو هاي الجاهزين، بنحطي لهم ثلاثة. وأظني بسوي منطقة هاي عقب أنا راح أهدمها وأسوي فيها شو مكان الأبحاث، فعادي بحط الأبحاث هنا مكان قريب وخلاص. إنزين الحين بس أساس نبدأ الأبحاث، لأن إذا ما بدينا فنحن في مصيبة. إنزين إذا خلنا نحطي هاي والنيب عند الأسمبلر، كل شيء كيبايندد، الكيبايندز مال حلو. اختصارات لعبة في شغلات حلوة ترى على فكرة، ما في شيء بيرفكت بس هذا أقرب ما يكون للبيرفكت. الحين اللحظة اللي هي المفروض أساسية كأساس أساس أساس في اللعبة هاي اللي بتفتح لنا كل شيء، الريسيرش ولا مركز الأبحاث. طبعا واحد أبدا ما يكفي من خبرتي، بس محتاج هذا. شو محتاج؟ محتاج ستون اللي هو عندنا موجود هني. حطي يا أخي بطي بداية اللعبة، بس بعدين يستوي كل شيء سريع ترى على فكرة مرة واحدة، يعني بشكل جميل يستوي سريع. خلنا نسوي بالطريقة هاي. مزيل الحين شو بنسوي؟ المصنع الأولي أنا يالس أحطي تخطيط المصنع على أساس إنه شو يكون مصنع ضخم جدا 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 جدا. مزيل خلنا نحطي ثلاثة إنسرترز ونحطي لهم عمود كهرباء. الكهرباء خلنا استغل اللي موجود عندي في الشنطة، هذا بعدين بنستغني عنه أصلاً كمورد الكهرباء هذه. إنزين الحين اللي أبغى أسوي يا أصدقائي، أحط هنا كهرباء وأبدأ أحط أوصل الأيادي اللي هني كلها، لأن الحين عندي هني مشكلة في الإنتاج. معناه أيوة هذا مش متوصل أصلاً، ممكن توصلوا لي شكراً. إنزين معناه الحين انا ببدا انتاج اللي يخليني اسوي الريسيرش ولا البحث الاحمر. طبعا البحث الاحمر هني منطقه انتاج فقط بيكون، وراح نزيد الانتاج مع الوقت على فكره. شو بسوي بما ان هاي فقط منطقه انتاج والمنطقه الاساسيه للابحاث؟ ان شاء الله راح تكون مكان مثل هاي، يكون وسيع شوي. والحين لازم نبدا انتاج شيء ثاني اللي هو اللي بعد ما نسوي له ريسيرش الفاونديشن، بنبدا نحط اراضي للمصنع هذه كلها. زين الحين هل هذا اصلا ينتج من الصبح؟ لا، لانه ما وصلنا صح. خلنا نوصل هذا هني، ونوصل هذا هني، ونوصل هذا هني، ونوصل هذا هني، ونحاول نوصل الحديد على اساس يبدا الانتاج قبل لا نحط شو صديقنا هذا. نقدر الحين من هني اظني الحلو في اللعبه من مسافه توصل. ايوه زين بسوي شوي بنصنع من هاي. اصلا ما في انرجي عندي ابدا يا ساتر. انزين عقب هذا ان شاء الله راح يتوفر الانرجي. الحين نفى الخط الثاني، شوفوا هذا اللي ما داني، يعني لو اقدر احطيه انا مانيوال بيكون يا اخي مريح حقي. بس هي وحده من الشغلات المزعجه في اللعبه، لازم تلاقي روبوتات. لكن من تبدؤون تطورون وتسوون ابجريد حق الروبوتات نفسها ترى يستوي الوضع جميل على فكره. اول ما بنحط هذا اظن بيستهلك طاقه وايد. انزين الحين بنبدا نحطي هاي العماره على فكره، هاي ستاكبل يستوي لين 10 اخر شيء اظني، ما اذكر الصراحه، بس يستوي كميه تحطونه فوق بعض. الحين هذا راح يبدا انتاج الريسيرش مالنا لين انا احطيهم. خلينا نسير النيب شوي فحم زياده. الجيم بلاي مالي اخذ 3 ساعات 4 ساعات، يباله شوي وقت يباله صبر. انتم تعرفون هالالعاب مش الالعاب السريعه ولكن جميله جدا، من تبدؤون تلعبون اصلا تبروحكم ما توقفون. انزين خلينا نشوف هني، ونبى خطوط كهرباء زياده. اوكي ما عندي ايرون بليت، هذا المشكله اللي هنا كانت صايبه لنا. انزين فمعنا نقدر نسرق من هني ايرون بليت، نقدر ندق دبل كليك عليه ننتج واحد زياده. انزين الحين اللي ابى اسوي اطلع هذا اسوي لمنطقه الابحاث. ليش؟ بعدين ترى بنحتاج هالشيء لان في عده الوان بيكون، ووايد مهم يكون عندك حق كل وحدة عدة، يعني مثل ما تقولون مختلفة عن الثانية، عرفتوا؟ الحين هذا يوم ستاك الريسيبي ولا الوصفة تختارونه من واحد تسوي له بروديوس، كلهم راح يسوون بروديوس نفس الشيء. الحين عندنا نحن مش نقص، نحن اصلا ما عندنا انتاج هني، بس يوصل بالطريقة هاي. بس افضل هني بالذات تسوون بفر سيستم، وايد راح تحتاجونه بفر سيستم. كل شيء على فكره ستاكبل في اللعبه تقدرون تسوون شيء، مع الوقت يزيد 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 كل ما تطورون. زين
الحين اللي راح يستوي هني بس انه يوم يوقف الاستهلاك يبدا يجمع، بس هذا اهم شيء في الموضوع كله. عندي مش مفروض اطير فوق المي؟ ليش قاعد اغرق؟ لانه ما عندي طاقه. صح بالضبط. زين الحين اللي بنسويه بني نحن، تعال ابني 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 يا مسلم ابني. شوفوا البحث نفسه يستقبل كل الالوان، فلازم احطيه بطريقه الحين اني اقدر احطي 4 ألوان في المستقبل. هذا شيء لازم احسب حسابه، له السبب له مساحه كبيره. وبعدنا عن المستقبل هذاك، ولا المرسل الاحمر هذا اللي الازرق الاحمر عقبه على طول. فبالتالي الحين اذا نحن بدينا انتاج هني، ان شاء الله نبدا، يعني ان شاء الله اني اكون ما انسى يعني نفس كل مره. يعني شوف الحين نسيته هذا ليش؟ انا لازم اتري الدرون يدخل يطلع يحطي، درون يدخل يطلع يحطي. هاي وحده من مشاكل اللعبه. على فكره ممكن اختصر هذا بالطريقه هاي، وبعدها راح يشتغل بفر سيستم. يعني ترى مش قضيه المعلومه، انا هذا بعدها راح يشتغل حتى لو يرسل التاج، لان لو الخط وقف ما راح يرسل زياده، راح يخزن في الصندوق فبيستوي عقب كانه دبل افكت. ما ادري اذا وصلتكم الفكره ولا لا. عادي يعني حتى بالطريقه هاي ممكن هذا يكون بفر سيستم، ما عندكم مشكله. يعني مش لازم يقطع الخط، بس هي من حق بحكم العاده. شوفوا الحين بدينا ننتج الازرق اللي راح يزيد، وانا شك انه راح يزيد شيء، بس اللي راح يزيد راح شو نسوي فيه؟ ايوه الكهرباء. هذا اظني راح يستهلك كميه كهرباء على فكره. الحين هذه شغلته، شوفوا الحين اذا دقيت هذا المود ماله راح يحاول ينتج. نحن ما نبي ينتج، نحن لو بندق على ريسيرش، فالريسيرش راح يخليه يسوي ابحاث. ما سوى لينكس في الكهرباء، خلينا ندق على اي عمود نقدر نشوف. شوفوا ساتسفاكشن شيء 80%. ايوه الحين هذا قام يجمع، شوفوا هني 10، كل واحد يشيل 10 على فكره حق الريسيرش. يحسب لكم اياه بالهاش نفس البيتكوين مايننج على فكره. زين خلنا دكتي، شوفوا المنيو اللي على، لحظه خلنا اراويكم اياه. المنيو اللي على اليمين تشوفون تقدرون تفتحون الروبوت مالكم نفسه، في ستاتكس كم تستهلكون كهرباء، كم ديماند، كم كل شيء عندكم، في بطاريات في المستقبل، في ريسيرش عندكم كم قاعد يسوي ريسيرش. نحن دكتي، انا في العاده دكتي اوصل للتكنولوجي تري هذا. الحين اول شيء انا ابا مش هذا شخصيا، انا اول شيء ابا اسوي لي اكتيفيت هذا. ليش؟ لان هذا راح يسوي لي البحث حق الانرجي هايل، انرجيتك جرافايت اللي اسويه من الفحم، وراح يزيد قوه الكهرباء عندي في الروبوت. وفي شغلات ابا اسويها، مثلا ابا افتح الفين ديستريبيوشن، ابا اعرف وين الموارد عندي، وهني يخليني اعرف البلانيتري سيستم كامل اللي عندي شو حولي اقدر اشوفهم. بس الحين ما بسوي، الحين انا سويت انرجي زياده، ابى اسوي الشغلات الاساسيه. شوف في شغلات لازم مانيوال نحطيها، هاي لازم تكون في الشنطه مانيوال، مثل هذا 60 حبه حق الانلوك، بس بعدين يستوي ريسيرش خلاص. يعني هي اول مره بس عقب يستوي ريسيرش عادي. انفنتوري كاباسيتي مثلا هذا وايد مهم، عندنا وايد اشياء، مثلا كونستراكشن درون يزيد حبه، مثل ما قلت لكم الدرونز، شوفوا فلايت سبيد ماله يستوي اسرع، فهذا كله راح يزيد شوفوا مع الوقت. بس نحن الحين نقدر نحطيهم كلهم في الطابور بعده، انهم في طابور. يعني مثلا هذا ابا ستيل كيو، ابا هذا كيو، مثلا ابا ثيرمال باور طلع منه شغلات، هذا كيو، ابا هذا حق السوائل كيو. بنبدا نفتح الاشياء شوفوا، وبعدين هذا اللي نحتاجه حق الريسيرش الجاي مانيوال. صح شوفوا الحين انتاج عندي عسل ترى، دام انه قاعد يستهلك يعني ينتج اكثر ما يستهلك. الحين نحن في الاوفر برودكشن اللي انا نوعا ما ابغاه، ما عندي مشكله. الحين هذا الفحم اللي عندي طلع، مفروض عندي نوعيه جديده تستوي بالسملتر. السملتر مالي عندي، عندي سملتر شوفوا. اوكي الحين بيخلص البحث، خلص البحث واستوى عندنا نوع جديد من الطاقه. الحين طاقه الفحم، زين الطاقه هذه انا راح احولها عن طريق السملتر. هني مثلا خلونا ناخذ لفه لين هنا لان اقدر اطلع خط من هنا. انزين انزين والحين ابغى You have unlocked the universe exploration. خلينا نحط كهرباء هني مثلا، ما اظني بحتاج اكثر حاليا من هذا.
بس أبا أتخلص من اللي عندي. فشو بسوي؟ أنا بخبركم. أعطي صندوق فوق هالصندوق هذا، أشغل سريع سريع يعني، وتخلص من الكمية اللي عندي. هذا ينتج زيادة مشكلته، مو مشكلتي. إنزين، الحين استوى عندي نوع طاقة أنظف اللي هو هذا من اللي أنا قاعد أستهلكه. خلنا نشل هذا ونرجع هذا مكانه. إنزين، شوف. الحين نبدأ نستهلك طاقة أفضل بكثير من اللي نحنا كنا قاعدين نسويه قبل. أبى بينتج مع الوقت، بيجمع لي أنا بيبشل بس ما عندك مشكلة. أفضل شيء صح؟ إنزين، الحين هذا الإنتاج أحسه ما قاعد يكفي. ليش؟ خلنا نشوف هني قاعد ينتج 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 ينتج. شوفوا قلت لكم لازم يطير. تذكرون؟ إنزين. الحين هذا شو ناقصنا؟ صفر. هذا ليش صفر هذا؟ لأنه بطيء. خلوني أحطي أرم ثانية. وعندنا مصنع ثاني للإنتاج وراح يستهلكه لأن هذا قاعد يتجمع نوعا ما. هذا نقدر نزيده سهل ترى، هاي سهل نزيده مش صعب يعني. ترى شوفوا الحين هذيل كل اللي اسوي عندكم سملترز وانتم سايرين منتجينها عندي سملترز. كل اللي اسوي تي كوبي بيست 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 مثلا. انزين الحين شوفوا الدبل، يا سلام. طبعا لهاش وهذا كله يتطور عقب مع الوقت. الحين بس موضوع الكهرباء راح يسوي لنا ازمة عالمية. نحن في اللعبة دائما الكهرباء هنا تسوي ازمة عالمية. زين الحين شو اخبارك؟ ايوه هذا هو الكلام. ممكن نضيف مباني ثانية على فكرة، يعني عادي اقدر اسوي احطي مباني هنا ثانية اسوي ريسيرش مثلا. ها اقدر ازيدهم هني. كل اللي اسوي اضيف خط هني اذا عندي برودكشن زيادة واذا بس مش عملي حاليا يعني، وممكن بس مش افضل شيء يعني لانه راح يستهلك كهرباء زيادة، يستهلك مدري شو زيادة كذا زيادة. فانا الحين الهدف اني احاول اكون شوي نوعا ما معتدل الصرفية، وفي نفس الوقت يكون الريسيرش مش بطيء وايد. يا الله يا كريم. الحين صار عندنا الانتاج عالي جدا. المهم مشكورين على متابعة هذا الفيديو. انا قلت لكم اذا حصل الدعم اللي في باري ممكن ان شاء الله نستمر كل اسبوع فيديو ولا نرجع للجيمينج. بس حاليا يعني لو تقارنون قناة الجيمينج بالتكنولوجي صعب اني اقضي هني وقت مقابل هناك، يعني شيء نفس هذا راح يستغرق مني نص يوم تقريبا. بس بغيت اسوي لكم اياه عدل. لا تنسون لايك شير سبسكرايب، اباكم تفجرون هذا الفيديو تفجير. ابا الفيديو هذا يضرب ترند. كنا اليوم سوينا البحث الازرق، ان شاء الله راح نكمل باقي البحوثات والتطويرات هاي ونكون اول باول ان شاء الله. مشكورين على متابعة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.